أود أن أرحب ترحيب كبير بالسيد المدير الإقليمي السيد الأستاذ البشير التوبالي الذي شرفنا بالحضور شخصيا معنا في هذا الحفل البسيط المتواضع احتفاء بهذا التلاميذ ديالنا الأبطال اللي الحمد لله مثل مديرية العيون بشكل عام إقليم العيون جهة العيون أحسن تمثيل استطاعوا أننا الحمد لله يشرفوا ثانوية معارك تكتب بخصوص وإن شاء الله هما أبطال ديال المغرب وغادي يمثلوا إن شاء الله المملكة المغربية في المحفل العربي إنجاز المغرب سكون أبل لبخدام وفلتو لكمبيتيسيون مينا برافو نتمنى لكم أنكم تصفوا عليكم نشكر فريق سحارة تكنولوجي اللي فاز في المسابقة الجهوية السنة الماضية وحصل كذلك على المرتبة الثانية في المسابقة الوطنية لكن نتمنى أنه يحصل تكون المرتبة الأولى لأن بالنسبة لنا كانت كارثة جميلة كانت كمقدمة لعلا فضلوا هما عطاو الفريق عطاو المؤسسة واحد النفس جديد أنهم يدخلوا لهم غمار تحدي من أجل الفوز هذه السنة والحمد لله أن استطاع فريق زين يخرج من جديد الأستاذ أحسن بو جرباوي المكوني على رأس المؤسسة الصحة أنا في مستطاع تشرف مدينة اليوم وتشرف الجهة وتشرف كذلك تروق الوطن في المسابقة العربية شرفتمونا خير تشريف جهويا ووطنيا نتمنى لكم التوفيق في باقي المسابقات ونوه بالمجهودات السابقة إضافة ربوية معالي تقبل مميز ونشكر قدرنا اللي رفعونا المكونين طالب بويا مالعيني كنشكرهم بزاف على المجهود ديالهم وكيستحقوا هذا الاحتفال بهذا التكريم هذا وهذا اقل شيء في حقهم شكرا جزيلا